هنتكلم النهاردة عن شابتر 3 اللي هو بيتكلم عن infection prevention، ازاي ان احنا نمنع الانفكشن. infection prevention، prevention يعني امنعها، ازاي اعمل وقاية من الانفكشن. ماشي، هنشوف ازاي. infection prevention for prevention of bloodborne pathogens، يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني لو انا عايزة امنع pathogens اللي هي زي microbes، كلمة pathogens نفس معنى microbes، يبقى انا لو عايزه امنع الباثوجينز اللي بتتنقل عن طريق الدم دي اسمها بلاد بورن باثوجينز، يعني باثوجينز او ميكروب بتحب تعيش في الدم وبتتنقل عن طريق الدم. يعني انا مثلا رايحه اتبرع بدم وانا عندي هيباتيتس سي او هيباتيتس بي او اتش اي في، ثلاث امراض دول مشهورين جدا وموجودين كتير في مصر، ودول بيتنقلوا عن طريق ايه؟ عن طريق الدم. فلازم اي حد جاي بيتبرع بدم لازم اعمل له ايه؟ اعمل له تحليل اتاكد ان هو ما عندوش ولا هيباتيتس بي ولا سي ولا اتش اي في. ليه؟ عشان لو عنده اي حاجه، اي فيروس من الفيروسات دي، دول يعتبروا بلاد بوينت باثوجينز، فهو كده ممكن ينقل ايه الفيروس ده لحد تاني لو اتبرع بالدم بتاعه واحنا ايه واحنا ما كناش ايه عارفين او ما عملناش تحليل. ماشي، يبقى انا فور بريفنشن اوف بلاد بورن باثوجينز هعمل ايه؟ فور اكزامينشن اند انفستيجيشن اوف بوث بلاد باجز اند بلاد دونرز. يبقى انا لازم اكشف عليه واعمل اكزامينشن، يعني اكشف عليه، انفستيجيشن يعني اعمل له ايه تحاليل لكل بلاد دونرز، الدونرز ده اللي هو بيتبرع بالدم. ماشي، واتاكد من ان كل بلاد دونرز الدم بتاعهم سليم، ما عندهمش اي امراض في الدم، وايه كمان البلاد باجز ما فيهاش اي ايه انفكشن، يبقى كياس الدم وكمان ايه البني ادمين اللي هيتبرعوا بالدم. ولازم استعمل سترايل سيرنجز اند اتس سيف ديسبوزل، يبقى يوزنج اونلي سترايل سيرنجز اند اتس سيف ديسبوزل. يعني ايه؟ يعني لازم لما انا لو انا اول حاجه بكشف على العيان واتاكد انه ما عندوش ولا مرض من امراض الايه بتتنقل عن طريق الدم اللي احنا قلنا زي الاتش اي في والهباتس بي والهباتس سي. تاني حاجه ان انا وانا بسحب له الدم لازم اتاكد ان انا بستعمل ايه سرنجه سترايل، مش هستعمل له سرنجه استعملتها قبل كده مع عيان تاني، ده ما ينفعش اعمل حاجه زي كده، كده انا كده ايه بنقل الانفكشن من عن طريق السرنجات. يبقى انا لازم استعمل اونلي سترايل سيرنجز، ولازم تبقى سيف ديسبوزل. ديسبوزل يعني ايه؟ يعني ارميها في الشارب بوكس، احنا عارفين كل حاجه بتترمى في المكان بتاعها. ولازم اعمل سترايلايزيشن للسيرجيكال انسترومنتس، لو انا واحد دكتور مثلا عايز اعمل عمليه جراحه او كده، فلازم ايه الانسترومنتس الاجهزه بتاعتي او الادوات بتاعتي اللي هخش اعمل بيها سيرجري جراحه لازم تكون متعقمه طبعا. ماشي، احنا عارفين الاسترايل دي يعني ايه، يعني متعقمه. ونو شيرنج بيرسونال ايتمز لايك شيفرز اور رازرز، المفروض ان اي حد جاي يتبرع بدم او عشان خاطر امنع انا اي انفكشن بتتنقل عن طريق الدم ما ينفعش اعمل شيرنج للايه الحاجات البيرسونال، ما ينفعش اشارك حاجات بيرسونال زي مثلا مكان الحلاقه، مكان الحلاقه مع حد تاني، لان انا ممكن وانا بحلق اعور نفسي فالدم بتاعي ينزل على المكنه، ولو اديت المكنه دي لحد تاني يحلق بيه الدم بتاعي ممكن ايه يتنقل له هو كمان، لان هو بيحلق برده ممكن يعور نفسه فالدم يدخل ايه عن طريق الجرح ده. تمام، ما ينفعش اعمل شير. تمام، في السلايد دي هنتكلم على الهوسبيتال اسوشيتد انفكشنز، وعشان اقول ان الانفكشن ده اسوشيتد بالهوسبيتال ادمشن لازم يكون فولفيلنج كرايتيريا معينه. يعني ايه؟ يعني الانفكشن ده عشان اقول ان البيشنت ده جاله الانفكشن بسبب المستشفى، او لما دخل المستشفى جات له عدوى بقى من اي حته بقى حواليه، يعني حواليه اي حته حواليه جوه المستشفى، لكن هو كان لازم يكون جاي من بره سليم ما عندوش انفكشن. تمام، ففي الحاله دي هقول ان الانفكشن ده اسمه هوسبيتال اسوشيتد انفكشن، دي عباره عن انفكشنز نوت بريزنت ات ذا تايم اوف ادمشن اور انكيوبيتد. يعني الانفكشن ده ما كانش موجود في الوقت اللي العيان جه في المستشفى واتحجز فيه، هو مثلا داخل واحده مثلا داخله مستشفى عشان بتولد. ماشي، فدخلت المستشفى عشان جايه تولد، بعد ما اتحجزت في المستشفى وولدت وبعدها بكام يوم لقينا جالها انفكشن. الانفكشن بقى جالها منين؟ هل جالها هي من بره؟ لا، هي مش جايه اصلا بسبب الانفكشن، هي كانت جايه عشان تولد، فالانفكشن ده جالها بعد ما اتحجزت في المستشفى. الحاله دي الانفكشن ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه هوسبيتال اسوشيتد انفكشن، يعني جالها من جوه المستشفى، المستشفى مثلا مش متعقمه كويس، في مشكله في المستشفى بقى جابت لها الانفكشن. تمام، فايه بقى السورس اوف انفكشن هيكون في الحاله دي؟ هيكون جوه المستشفى، يا اما بقى من العيانين التانيين اذر بيشنتس اللي معايا في ساعات العنابر بيبقى فيها سراير كتير ومفيش ايه اماكن كويسه، مسافات كويسه بين السراير، او مفيش ايه ديس انفكشن ميجرز معموله كويس في المستشفيات، او انفكشن كنترول ميجرز ايه معموله كويس، فساعتها ايه هيساعد ان العدوى تنتشر من عيان لعيان. يبقى يا اما اذر بيشنتس، يا اما هوسبيتال انفايرمنت، البيئه بتاعت المستشفى نفسها مش نظيفه، او الايه الدكاتره بقى هيلث كير وركرز اللي هم الدكاتره اللي بيعالجوا العيان البيشنت دي، اللي هو مثلا الدكتور اللي كان بيولدها او الممرضه اللي كانت معاها،
وهي بتولد او كده، ما كانوش مثلا غاسلين ايديهم كويس، ما كانوش بيستعملوا حاجات نظيفه وكده، فراحوا جابوا لها ايه انفكشن. تمام، يبقى السورس اوف انفكشن بيكون جوه المستشفى، يا اما الاذر بيشنتس، يا اما الهوسبيتال انفايرمنت، يا اما الهيلث كير وركرز. هيظبط الانفايرمنت ازاي؟ زي مثلا هم مركب لها محاليل مثلا، او السرير اللي هي كانت نايمه عليه مثلا مش بتنضف كويس، او كان المفروض يغيروا الايه الحفه والحاجات من بيشنت لبيشنت، لا هم ما غيروش مثلا السيرنجز اللي كانوا بيدوها بيها مثلا المحاليل، او الحاجات اللي كانوا بيكشفوا بيها عليها اي حاجه بقى في المستشفى، في الانفايرمنت كانت مش نظيفه او مش متعقمه كويس، جابت لها الانفكشن. تمام، ايه الطرق ان انا ممكن اعملها عشان امنع انتشار الايه الهوسبيتال اسوشيتد انفكشن؟ يعني ايه اللي ممكن اعمله في المستشفى بحيث ان انا لما البيشنت يدخل المستشفى ما يطلعليش عنده انفكشن ما كانش هو داخل بيه؟ يعني المفروض البيشنت بيبقى ادمتد في المستشفى عشان يتعالج من المرض هو عنده، مش معقول انا هدخله المستشفى واجيب له كمان انفكشن ايه المستشفى. فبقى حاجات بسيطه ممكن اعملها وتحمي العيان وايه وتمنع انتشار ايه الانفكشنز. طبعا زي ما قلنا كده ان احنا ايه لو بيشنت عنده مثلا انفكشنز ديزيزز، انفكشنز ديزيز يعني امراض معديه زي مثلا الكورونا، لازم اعزله، اعزل العيان ده عشان ما يعيدش البيشنت التانيين اللي معايا في نفس العنبر. يبقى ايزوليشن اوف ذا بيشنتس وذ انفكشنز ديزيزز ان سبيسيفيك ايزوليشن روم. يبقى لازم اعمل اعزل العيانين بتوع اللي عندهم امراض معديه، اعزلهم في اماكن ايه، في اوض او غرف ايه عزل. تمام، زي ما بنسمع كده في الكورونا. تمام، في بقى ممكن برضو اعزل لو انا عندي عيانين اميونو كومبرومايز. يعني ايه اميونو كومبرومايز؟ يعني عيان مناعته ضعيفه، يعني مثلا عيانين السكر ولا مناعتهم ضعيفه، او عيان كبير في السن عنده 70 سنه ده مناعته ضعيفه، او بيبي صغير برضو مناعته لسه ما اتكونتش فيعتبر ضعيفه برضو. فانا عندي الايه الصغير في السن والكبير قوي في السن، الاثنين دول مناعتهم ضعيفه، او العيانين اللي عندهم كانسر وبياخدوا كيماوي عشان يعالجوا الكانسر بيبقى مناعتهم ضعيفه. فالناس دي لازم تتعزل عشان انا بخاف عليهم، لان ممكن يجي لهم انفكشن بسيط بس يجي لهم ايه يسيب عندهم اثر كبير، لان هم مناعتهم ضعيفه مش هتقدر تدافع عن ايه عن جسمهم، انفكشن هيغلبهم يعني يغلب المناعه. تمام، تالت حاجه ممكن اعملها ان انا ممكن اعقم الحاجات بتاعتي، دي حاجه المفروض اصلا اي مستشفى المفروض من اقل الحاجات اللي انا تعملها ان انا تكون كل حاجه فيها متعقمه، فلازم الايكويبمنت بتاعتي تبقى ستيرلايز. ستيرلايز يعني متعقمه، يبقى ستيرلايزيشن اوف الايكويبمنت ماست بي تشيكت بيريودكلي فور افشنسي. يبقى انا لازم كل فتره اتشيك على الايكويبمنت بتاعتي انها تبقى ايه متعقمه. تمام، nurses should follow standard health regulations during their ward rounds. nurses بقى تمريض لازم يعني لازم يكون كل واحد ليه ايه لازم يكون عامل الجزء بتاعه صح عشان الانفكشن ايه ما ينتشرش. ماشي، فالنيرسز لازم يبقوا ايه following the standard health regulations. يعني لو في مثلا instructions او regulations قوانين معينه او حاجات المفروض تتعمل في وقت المرور بتاع الورد راوندز، في راوندز كده بيعملوها الصبح دكاترة مع التمريض، كل يوم الصبح بيمروا في وقت معين مثلا 8 الصبح كل يوم يمروا على العنبر بيشوفوا العيان ده محتاج ايه ويغيروا على العيان الجرح بتاع العيان ده ويقيسوا الضغط العيان ده وهكذا، بيمروا على العيانين كلهم. المفروض في وقت المرور ده يكون في هيلث ريجريشنز معينة ايه تتطبق، يعني مثلا يبقوا لابسين جلافز، يبقوا مثلا لابسين ماسك، يبقوا الحاجة كلها متحكمة، يبقى مثلا البيشنت يكون في مسافة بينه وبين البيشنت، لازم فاهم يعني يكون في ريجليشنز ايه مظبطة عشان ما يقدروش الانفكشن من مكان لمكان. تمام، ways of infection prevention and control for nurses. ايه بقى ازاي ممكن نمنع ايه الانفكشن prevention and control اللي ممكن النيرسز يعملوه عشان يمنعوا الانفكشن؟ طبعا روتين هاند هايجين. يعني ايه يعني الهاند هايجين؟ طريقة ان انا ايه امنتين الهاند هايجين عن طريق الهاند واش او الهاند رب، وهنتكلم عنهم دلوقتي. دوننج اوف ذا بيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت سوتبل فور بروسيدجر تو بي دون. دوننج يعني البس البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت بتاعتي. ايه البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت بتاعتي؟ البي بي اي دي او البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت دي اللي هو الجلافز، الحاجات اللي انا هلبسها عشان تحميني، زي مثلا الجلافز، زي الماسك، زي النظارات الجوجلز، زي الفيس شيلد اللي بيلبسوه في الكورونا، الجاون اللي بيلبسوه اللي بيغطي جسمهم كله، دي حاجات اسمها بيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، حاجات هلبسها انا عشان تحميني من ايه، من لو انا قدامي حد عنده انفكشن او كده. دي اللي اسمها donning of personal protective equipment suitable for procedure to be done. بعمل disinfection of all the instruments and items after patient care and before moving to another patient. لازم انا زي ما قلت كل ما هتنقل من مكان لمكان من patient to patient لازم اطهر على الاقل الحاجات، اطهرها بكحول. disinfection يعني ممكن ايه يعني disinfection يعني تطهير، فاطهرها بكحول. لو انا مثلا بقيس ضغط العيان وبعد كده هنقل العيان تاني، ايه اطهر الحاجه اللي انا بستعملها دي. لو مثلا هاخد عينات دم الصبح من كل العيانين، لازم بين عين وعين اغسل ايدي واطهر ايدي بالكحول. تمام، hepatitis B vaccination of all the healthcare workers and those exposed to blood spill. لازم اتاكد ان كل الناس اللي بيشتغلوا في المكان في المستشفى دي او في المكان ده
ولو هم هيبقوا عرضة ان هم يجي لهم مثلا اي بلود سبيلز، بلود سبيلز يعني دم يقع عليهم او كده، او بيسحبوا عينات دم على طول او كده، لازم دول يتاكد ان هم المفروض يكونوا متطعمين من هيباتيتس بي، تمام؟ لان احنا قلنا من الفيروسات اللي بتتنقل عن طريق الدم اللي هي الهيباتيتس بي. To save practice to prevent needle stick injuries, for example, sharp items must be disposed in puncture free safety boxes. احنا عارفين ان انا مثلا عندي باسكت لكل حاجه، الباسكت الاحمر بتاع الحاجات اللي فيها الويست بتاع الويست بتاع الهوسبيتال، وفي الباسكت الابيض ده اللي فيه الورق والحاجات الويست الجنرال ويست، وفي السيفتي بوكس ده اللي انا بحط فيه الحاجات اللي فيها ايه، اللي فيها شارب ايتمز. تمام، انا زودت السلايد دي هنا عشان اول اشرح لكم، اتكلم شويه عن البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت. البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت دي يعني الحاجات الاكويبمنتس اللي الدكتور هيلبسها عشان خاطر ايه، يمنع انتشار انفكشن من بيشنت لبيشنت، كمان عشان يمنع الانفكشن طول تجيله برضه عشان هو ما يتعداش من البيشنتس اللي هو بيعالجهم، وكمان عشان ما ينقلش انفكشن من عيان لعيان، لان هو بيبقى طبعا بيعالج كذا عيان، فممكن لو هو نروح يعني عالج عيان وبعد كده نقل عيان بعديه من غير ما يكون لابس جلوفز ومن غير ما يكون لابس ماسك، ممكن ينقل الانفكشن للعيانين كلهم. تمام، فال personal protective equipment دي زي الجاون جي دي متغطية، اوكي، جي او ان جي او دبليو ان، اللي هو اللبس اللي بيلبسوه اللي هو زي البلطو كده بس بيبقى بتلبس اكتر في اوض العمليات. تمام، او ماسك او الريسبيريتور او جوجلز او اي شيل اللي بتغطي العينين او الجلوفز. تمام، دي اكزامبلز ايه personal protective equipment اكتر حاجة بنستعملها يعني في المستشفيات وكده. ايه، والاي شيلد دي او الجوجلز رقم 3، النظارات دي بيستعملوها اكتر لو انا مثلا ايه بشتغل في حاجه ممكن تعمل لي اوروزول ايه جنريشن. الاوروزولز دي اللي هي ايه، حاجات بتطلع افرازات يعني وكده، ممكن تطلع حاجات فيها ايه انفكشن، يعني زي مثلا لو انا بستعمل بشتغل في عينه سبيوتم مثلا، ممكن يكون فيها اي ريسبيراتوري ايه باثوجين فيروس يعني مثلا، وانا بشتغل عليها مثلا وبحللها وعايز اشوف مثلا فيها يعني بعتني هاجي المعمل عايز اشوف فيها الفيروس موجود ولا لا، ممكن لو انا مش لابسه نظاره الفيروس يعديني انا وانا بشتغل في العينه بتاعتي، فلازم اكون لابسه ايه اي شيلد عشان ايه احمي نفسي من الانفكشن. تمام، هنا في السلايد دي انا برضه زودتها ان انا هنا بتكلم على ان كل حاجه في الويست، انا بشتغل في معمل مثلا او بشتغل في مستشفى او كده، في اخر اليوم مثلا بيبقى عندي ويست، الويست اللي هي خلاص اللي ايه النفايات اللي انا المفروض اخلص منها، مش مفروض ان انا لو انا بشتغل في هيلث كير فاسيلتي يعني مستشفى او عيادات او معمل، مش مفروض ان انا برمي الزباله كلها على بعضها زي ما احنا بنعملها في البيت، احنا في البيت كل الزباله بناخدها ونرميها كلها في كيس واحد، لا، لو انا بشتغل في مستشفى لازم بقسم الويست بتاعي حسب النوع بتاعه، لو انا مثلا حاجات حاجات البيبر الورق كله مثلا ورق كراسه، ورق مثلا نتائج معمل مش عايزاها، او اي ورق بيتحط في ايه في البوكس بتاع الورق، جلاس بقى جلاسز مثلا، جلاس يعني اي حاجه ازاز، ما انا مثلا بشتغل في معمل فيه تيست تيوب اتكسر، او بشتغل في اي حاجه مثلا واي ازاز اتكسر مني بحطه في علبه الايه الازاز الجلاس الخضراء دي، البلاستيك بحطه في البلاستيك الاصفر، المتل بحطه في الاحمر، وكذلك الشارب نيدلز او اي حاجه فيها شارب يعني مثلا سيرنجز الحقن مثلا، لو انا عايزه يعني السرنجات المفروض ان انا بستعمل كل عيان سرنجه جديده، فالسرنجة بتخلص منها ازاي القديمة اللي انا استعملتها، مش برميها مع الحاجات دي ليه، لان في الاخر الراجل اللي بياخد اللي بيلم الزبالة ممكن يتشك وهو شايل الزبالة كلها على بعضها، ممكن الازازة يخش في ايده، ممكن السرنجة تخش في ايده، فانا كده ممكن اجيب له انفكشن، لان السرنجة دي انا اكيد كنت ايه بحقن بيها عيان قبل كده، ممكن يكون عنده الله اعلم كان عنده مثلا هيباتيتس بي او هيباتيتس سي، فالعيلم الزبالة بعد كده ممكن يتنقل له الانفكشن، فعشان كده انا بعمل ايه سيجريجيشن للويست، او بقسم الويست برودكتس بتاعتي حسب نوعها في علب مختلفة، وهم بيبقوا عارفين بقى اللي بيلموا الزبالة في الآخر هيعرفوا يتعاملوا معاها، جلاس يبقى بيشيلوه بحرص عشان يبقوا عارفين إن في جلاس ممكن يعورهم، المتل برضو بيتحط في حتة معينة، والبلاستيك بيتاخد برضو بطريقة معينة، كل حاجة بتتفصل عشان ما يحصلش إيه أي إنجريز أو أي أذى أو كده. ودي الهاند ووشنج تكنيك والسوب اند ووتر اهو الستبس بتاعتها، اول حاجه ببل ايدي ويت هاندز وذ ووتر، بعد كده ابلاي بعد ما بنلي ايدي او حط الصابون تو كوفر اولد هاند، يبقى ابلاي انف سوب تو كوفر اولد هاند سيرفيسز، بعد كده اعمل رب، لازم اعمل رب يعني لازم احك ايديا مش مجرد بس امسحها كده خفيف، لا احك عشان لو في اي ديرت او في اي بكتيريا او كده تتنزل، يبقى رب ذا هاندز بام تو بام، بام تو بام يعني ايه وش ايدي بطن ايدي في بطن ايدي كده، بعد كده بقى رب باك اوف ايتش هاند وذ بالم اوف ايتش هاند وذ فينجرز انترليست، يبقى احط صوابعي كده بين بعضهم واعمل ايه زي الخطوه رقم 4 دي احطهم فوق بعض كده، بعد كده رقم 5 رب palm to palm with fingers interlaced،
بعد كده رقم 6 rub with back of the fingers to opposing fingers with fingers interlock. انتوا ممكن تبقوا تتفرجوا على فيديو على اليوتيوب للهاند واشنج ده عشان تتخيلوها اكتر يعني. ماشي. بعد كده رقم 7 rub each thumb clasped in opposite hand using rotational movement. بعد كده الرقم 7 ده هعمله للناحيتين، مره الايد اليمين ومره الايد الشمال، همسك الثمب بتاع كل ايه بتاع كل مره. ده رقم 8 rip tips of the fingers in the opposite palm in a circular motion. rub each wrist with the opposite hand. ماشي. كل خطوه بقى بغسل فيها ايه حته، بركز على حته معينه في الايدين، بحس ان انا اغطي كل الايه كل حته في ايديا تكون غسلت كويس. بعد كده اخر حاجه رقم 10 قصدي رينس ذا هاندز وذ ووتر، هبل ايديا تاني بالميه. بعد كده يوز قلب وتيرن اوف ذا تاب، بقفل البتاع بالقلب عشان ما ارجعش اوسخ ايدي تاني. ودراي تورالي، برشف ايديا وذ سنجل يوز تاول. وبعد كده الهاند واشنج ده لو انا هستعمل هاند واشنج سوبر ووتر لازم ياخد من 40 ل 60 ايه ثانيه. ماشي. عشان يبقى كفايه، مش يجي واحد يغسل لي ايديه في ثانيتين ثلاثه، لا لازم يبقى من 40 ل 60 ثانيه. هي الستبس مكتوبه اهي كويس، تمام، نفس الستبس اللي احنا قلناها من شويه بس مكتوبه ايه تاني هنا من غير الصوره. بيقول لك بقى لو الووتر از نوت افيلبل، اخر 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 جمله خالص بيقول ايه، لو الووتر از نوت افيلبل، لو مفيش ميه، لو انا في مكان مفيش فيه ميه، ممكن ساعتها استعمل الكحول بيزد هاند سانيتايزر تو كيل ذا كومن بكتيريا. لان انا لو ايديا مش نظيفه، ايديا مثلا في، انا شايفه في ايديا ان في فيزيبل ديرت، انا المفروض ان انا في الاول ببدا بالايه بالهاند واش والسوب اند ووتر. يعني انا ببدا الاول بايه، بالهاند واش والسوب اند ووتر، يعني ببدا اغسل ايدي بميه وصابون، بعد كده بحط الكحول، تمام. يبقى الالكوهول ده المفروض لو انا ايديا تكون نظيفه، لكن فاهمين قصدي، يعني ايديا تكون نظيفه او مستعمله الكحول، لكن ايديا مش نظيفه لازم استعمل ميه وصابون. الهاند راب ده اللي احنا الهاند راب ده بقى بالالكوهول، بيبقى فيه هاند واش، الهاند واش ده بيبقى بميه وصابون، لكن الهاند راب ده بيبقى ايه، بيبقى الكحول، تمام. هنا المده بتاعت الهاند راب بتبقى قد ايه، بتبقى من 20 ل 30 ثانيه. اوكي. وقال لك راب هاندز فور هاند هايجين، واش هاندز وان فيزيبلي سويلد، يعني ايديا فيزيبلي سويلد دي يعني ايديا فيها مثلا رمله، فيها طينه، ايديا مش نظيفه، فيها وساخه باينه، فيها جيرمز او فيزيبلي سويلد، هبدا الاول بالهاند ايه واش. بعد كده لو خلاص انا غسلتها ممكن احط عليها بقى ايه الكحول كمان عشان انضفها اكتر، وهي نفس الستبس تقريبا بالظبط، الفرق بس ان هنا مده الهاند راب اللي بالالكحول بتبقى اقل من 20 ل 30 ايه ثانيه، تمام. هقراهم تاني كده. apply a palm full of product in a cup hand and cover all the surfaces. rub hands palm to palm. بعد كده place your right palm over your left dorsum with interlaced fingers. curl the fingers and then repeat on the other side. بعيد تاني عن الناحيتين. بعد كده place both palms together and interlace your fingers. place the back of your fingers to the opposing arms with fingers interlocked. رقم 5. وبعد كده 6 بعمل perform a rotating rubbing using your left thumb while clasping your finger your right thumb in your left hand and repeat on the other side. بعد كده rotational rub، تمام. allow your hands to dry for best results، خليها تنشف في الهواء، تمام. يبقى انا في فرقين، في اتنين، الاتنين زي بعض، الهاند راب والهاند واش زي بعض، في اتنين، في فرقين بين الاتنين. الهاند واش بعمله امتى؟ لو انا ايديا مش نظيفه خالص، مش نظيفه، انا جايه من بره من الشارع مثلا، كنت بعمل اي حاجه وايديا مش نظيفه. الهاند هايجين، الهاند راب ده الهاند واش، الهاند راب بقى اللي بالالكوهول ده لازم تكون ايديا على الاقل نظيفه كلين، تمام.